جاك تيست اكسبيرمنت. الهدف من هذه التجربه لحتى اطلع الاوبتيموم دوسج اوف كواجولانت لحتى نشيل تشارج بارتيكل الموجوده في الووتر، يعني بمعنى اخر لحتى نشيل التربيديتي. فعندنا هذه التشارج بارتيكل بتكون جايه من السسبندد سوليد المعلقة في السيستم. التربيديتي بتعطينا لون غير حقيقي، وهذا بسبب وجود السسبندد سوليدز في الماء. السسبندد سوليد بيكون عليها شحنة، غالبا ما هاي الشحنة بتكون سالبة. طبعا مش ممكن ان نشيلهم باستخدام السيتلينج، وذلك بسبب انها بتكون حجمها صغير جدا، هي بتكون very fine particle. فاحنا في عنا مرحلتين لحتى نعمل الجاك تيست، في عنا الكواجيليشن والفلاكيوليشن. الكواجيليشن هي عبارة عن process of addition a chemical. خلال هاي البروسيس بضيف الكيميكال، الكيميكال اللي هو بكون كواجيلانت. فالكيميكالز اللي عندنا موجود اما بضيف الفيراك كلورايد او بضيف الالوم اللي هو الكواجيلانت. ليش بضيف هذا الكيميكال؟ to destabilize a stabilized particle. البارتيكل بالسوليوشن بتكون عندنا ستيبل، انا بعملها ديستابيلايزيشن، يعني بعمل لها زعزعه استقرار لهذه البارتيكل. ففي هذه المرحله انا بحط بوزيتيف تشارج على البارتيكل اللي هي بتكون غالبا نيجاتيف تشارج، وبعمل ديستابيلايزيشن لهي البارتيكل. المرحله الثانيه هي مرحله الفلاكيوليشن. في مرحله الكواجيليشن لحتى نسمح بالبارتيكل انها تتوزع عليها هذه البوزيتيف تشارج يلي ضفناها، بكون فيها رابيد ميكسينج على تايم قليل. مرحلة الفلاكيوليشن اتس سلو ميكسينج، فمرحلة الفلاكيوليشن بنقلل الميكسينج فبصير سلو ميكسينج على تايم طويل. هذا الاشي بسمح لاجلومريشن اند هيد بارتيكل تو سيتل داون، بسمح للبارتيكل انه يصير لها اجلومريشن. ففي مرحلة الفلاكيوليشن بصير عندنا اجلومريشن للبارتيكل، البارتيكل بتتجمع فوق بعضها شوي شوي، مع انه البارتيكل صار لها اجلومريشن وراح يكبر حجم البارتيكل، بالتالي راح يصير لها سيتلينج داون. بعد ما عملنا اجلومريشن راح يصير للبارتيكل سيتلينج داون لانه البارتيكل زاد حجمه. طيب ايش هم البارتيكل اللي احنا بنعمل لهم الجاك تيست؟ هي البارتيكل بتكون very fine وبتكون charged particle و don't settle by gravity. فالجاك تيست بعملها ل very fine and charged particle و don't settle by gravity. فهي البارتيكلز لأنها بتكون very fine بتكون diameter كثير صغير، فبتكون معلقة بالسيستم فما بصير لها settling by gravity. بارتيكل بالأول بتكون عندنا stable، فالستيبل كولويد بارتيكل بتكون معلقة في solution بتكون repel each other لأنه الشحنة اللي عليها بتكون سالبة. فأنا لما بعمل destabilize، فأنا لما أعمل destabilize للcharged particle بعطيهم positive charge، فبضيف للparticle positive charge فبعمل destabilize للparticle اللي كانت stable. الآن إيش اللي بيصير عنا جوا البيكر؟ بداية عنا بيكون البيكر فيه الparticle بتكون معلقة في السيستم، فبتكون هي suspended solid colloid particle، بتكون شحنتها سالبة وكلها repel each other. بعدين باجي بضيف للعينة الكواجيلانت، والكواجيلانت اللي راح نضيفه في هاي التجربة هو الفريك كلورايد. فالفريك كلورايد أعطانا البوزيتيف تشارج اللي هي Fe plus 3. فأنا لما أضيف الكواجيلانت على السامبل المحتوية على تيربيد ووتر راح يعطينا بوزيتيف تشارج. فلو ضفت فريك كلورايد حيعطينا Fe plus 3، لو ضفنا الألوم راح يعطينا Al بلس 3. بعدين لما اضيف الكواجيلانت راح اعمل سلو ميكسينج. السلو ميكسينج في هاي المرحله لحتى اسمح للبارتيكل انه يصير لها ديستابيلايز، فهي ستيبل فراح اعمل ديستابيلايز للبارتيكل. فانا هون لما اضيف الفريك كلورايد بعمل رابيد ميكسينج لحتى اوزع الكونسنتريشن للكواجيلانت اللي ضفته في كل البيكر واعمل ديستابيلايز لكل البارتيكل. بعد ما اضيف الكواجيلانت وعملت ديستابيلايز للبارتيكل ووزعت الكونسنتريشن للكواجيلانت اللي ضفته في كل البيكر، بتيجي المرحله الثانيه اللي هي مرحله الفلاكيوليشن. فمرحله الفلاكيوليشن بعمل سلو ميكسينج لحتى يصير عندنا اجلومريشن للبارتيكل. بعدين بنطفي الجهاز لحتى هاي البارتيكل اللي تجمعت وكبر حجمها يصير لها سيتلينج باي جرافيتي. هون بطفي الجهاز وبخليه لفتره
حتى اسمح للبارتيكل يسجلها سيدمنتيشن، بصير عندنا سيتلينج للبارتيكل. البروسيجر لهي التجربه، جهاز التربيديتي بيحتوي على 6 بيكر، كل بيكرز فيه بادلز لحتى تعمل ميكسينج للسوليوشن. الان بنعبي كل بيكر بالتربيد ووتر، بحط 1 لتر من التربيد ووتر في كل بيكر، وبتكون عندنا البيكر كالتالي، هذا الاول الثاني، في عندنا كنترولر للسبيد وكنترولر للتايم. الان بنضيف الكواجولانت. الكواجولانت بتكون اضافتها كالتالي، البيكرز الاول بنخليه زيرو من فريك كلورايد لحتى اشوف كم التربيديتي واقارنها بين بقيه البيكرز. البيكر الثاني بحط له 2 مل، 4 مل للبيكر الثالث، الرابع 6 8 مل، الخامس والسادس 10 مل. الان عندنا البيكر الاول فوليوم فريك كلورايد 0 2 على الثاني، 4 على الثالث، 6 على الرابع، 8 على الخامس، و10 على السادس. الان هاي ملي اوف فريك كلورايد اللي ضفناه على كل بيكر. راح نطلع الدسج. الدسج هو كم الكونسنتريشن اللي صار في كل البيكر، فالكونسنتريشن راح يكون في ملي جرام بير لتر. الان الفريك اللي احنا محضرينه هون سواء الفريك كلورايد او الالوم هو بيكون محضر بنسبة 1% of solution. ايش يعني 1%؟ يعني انا ذوبت 10 جرام من الفريك كلورايد في 1 لتر. بما اني ذوبت 10 جرام من الفريك كلورايد في 1 لتر بدي اشوف هاي بتساوي كم في ملي جرام بير لتر. فعندنا لو حسبت الكونسنتريشن لإله اللي هو راح يكون عندنا 10 جرام على 1 لتر. انا لحتى احولها لملي جرام بضرب في 10 هو 3 ملي جرام بير جرام. فهيك لحتى احولها بملي جرام بير لتر بتصير عندنا 10 هو 4 ملي جرام بير لتر. هذا هو كونسنتريشن الواحد بالمية سوليوشن اللي انا ضفته. يعني على فرض لو اخذت بيكر رقم 2، فبيكر رقم 2 سعته 1 لتر، معبى ب 1 لتر من السامبل سوليوشن اللي عندنا اللي هو التربيد ووتر، ضفت له 2 مل من الفريك كلورايد. الفريك كلورايد محضر بكونسنتريشن 1% اللي هي 10.4 ملي جرام بير لتر. الان لما انا ضفت 2 مل كم صار الكونسنتريشن هون كامل؟ الكونسنتريشن كامل في البيكر رقم 2 اللي هو الكونسنتريشن الاول في الفوليوم الاول ايكوال كونسنتريشن الثاني في الفوليوم الثاني. الكونسنتريشن الاول الموجود في البيكر مش معروف في 1 لتر اللي هي سعته ايكوال 10.4 اللي هو كونسنتريشن الفريك كلورايد في 2 مل اللي ضفته من الفريك كلورايد. فهيك المل بتروح مع المل، الكونسنتريشن ايكوال 10.4 على 10.3 في 2 وايكوال 20 ملي جرام بير لتر. يعني بمعنى اخر اللي بدنا نحكيه انه لما بيكون عندنا بستوك سوليوشن محضر بنسبه 1% الدسج لكل البيكر لحتى اطلعها بضرب هاي القيمه في 10، فاحنا الاثنين صارت 20. هاي الزيرو ضلت زيرو، الاثنين صارت 20، فالكونسنتريشن في كل البيكر هو 20 الدسج اللي انا حطيتها، الاربع 40 والستة 60 وهيك. طبعا انا هون لما ضفت الفريك كلورايد بعمل رابيد ميكسينج لحتى اوزع كونسنتريشن للفريك كلورايد في كل البيكر ويكون متساوي، بعدين بعمل سلو ميكسينج لحد ما يصير عندنا اجلوميريشن للبارتيكل، اخر شيء بعمل سيدمنتيشن بطفي الجهاز وبعمل سيدمنتيشن لحتى اسمح للبارتيكل يصير لها سيتلينج. الان بعد ما صار للبارتيكل سيتلينج بجيب جهاز التربيديتي وبقيس لكل بيكر كم قيمة التربيديتي. بعد ما اطلع قيم التربيديتي لكل بيكر بنرسم منحنى التربيديتي مع الدسج لحتى نطلع الاوبتيموم دسج. رح يطلع عنا مجموعة نقاط، بوصل بين النقاط في منحنى. الاوبتيموم دسج هي بتكون المينيموم تربيديتي، هي هاي بتكون عنا الاوبتيموم دسج بملي جرام بير لتر. هيك بنكون خلصنا التجربة، والله يعطيكم العافية وشكرا. جار تيست اكسبيرمنت. الابراتس المستخدمة في الجار تيست اكسبيرمنت جار تيستينج ابراتس تحتوي على 6 بيكر بالاضافة الى 6 بادلز، وفيه كنترولر للتايمر كنترولر للسبيد. كمان راح نحتاج هاي التجربة
الى الفلاكيولانت اللي هو راح نستخدم فرق كلورايد بالاضافه الى التربيديتي ميتر لقياس التربيديتي في نهايه التجربه وبايبت لسحب الكميه المطلوبه من الفرق كلورايد في كل بيكر. البروسيجر بدايه راح نضيف على البيكر الاول 0 اماونت من الفرق كلورايد. البيكر الثاني حاضيف له 2 مل. البيكر الثالث حاضيف له 4 مل. بعدين رقم 4 حاضيف له 6 مل. بيكر رقم 5 حاضيف له 8 مل من فرق كلورايد. اخر شيء راح نضيف 10 مل من فرق كلورايد. الان بننزل البادلز على البيكر. نتأكد انه البادلز ما بضرب بالوول البيكر. جر تيست اكسبيرمنت. البيكرز عندنا 6 بيكرز. الفوليوم اوف كوأجيلانت اللي حطيناه في كل بيكر، البيكر الاول ما حطينا فيه كوأجيلانت، البيكر الثاني حطينا 2 مل، الثالث 4 مل، الرابع 6 مل، و8 و10 مل من الكوأجيلانت. كونسنتريشن اوف كوأجيلاشن اللي هو بتكون القيمة هاي مضروبة في 10، هي 0 20 وهكذا. الآن راح أشغل الجار تيست. بداية راح تكون على رابيد سبيد ولو تايم. رابيد سبيد راح تكون على 100، حأحطه على 100 لمدة دقيقة. السبيد 100 راوند بير مينت راح أحطه لمدة دقيقة. هاي الدقيقة بتضمن لي إنه الكونسنتريشن في كل البيكر راح يكون متساوي، عشان هيك بنعمل رابيد ميكسينج لحتى يتوزع الكونسنتريشن على كل البيكر. الآن بعد الدقيقة راح نعمل سلو ميكسينج على مدة طويلة، فراح أقلل الميكسينج ل 40 أو 30 راوند بير مينت. فأنا بدي إياه هون 40 راوند بير مينت لمدة 10 دقائق إلى ربع ساعة. الآن خلال 10 دقائق هاي السلو ميكسينج بتسمح بالأجلوميريشن للبارتيكل.
انتهاء العشر دقائق برفع البادلز وبخليه كمان عشر دقائق حتى يعمل سيتلينج. وهيك استنى كمان عشر دقائق حتى اشوف السيتلينج. بعد عشر دقائق بفحص التربيديتي لكل بيكر لحتى اطلع الاوبتيموم دسج من الفريك كلورايد للويست ووتر اللي استخدمناها. الآن بعد ما عملنا له سيتلينج بعمل كاليبريشن لجهاز التربيديتي ميتر، بطلب الزيرة وحط له ريد، انتقل لي للقراءة الثانية 20 بعمل له ريد، بنتقل للقراءة اللي بعدها بعمل له اللي هي 100 بعمل له ريد، آخر قيمة اللي هي 800. وبعد ما ياخذها انا هيك بكون عملت كالبريشن للجهاز. بعد ما اعمل كالبريشن للجهاز هيك بكون الجهاز جاهز واعطاني كلمة ستاند باي فهو جاهز لاخذ القراءات. الان باخذ 10 مل من كل عينة. اول وحدة عندنا اللي هي عينة الرو ووتر اللي هي الووتر وضغط اي اديتيف، لازم نكون منظفينها كويس. بعمل له ريد بصير يعطينا فلاشنج لحد ما يعطينا القراءة. عندنا القراءة للرو ووتر للرو ويست ووتر عطتنا 37.8. بعد ما عملنا سيتلينج للبيكرز قسنا التربيديتي. البيكر الاول التربيديتي له 73.8، رح ناخذ العينة اللي بعدها. بس قبل ما ناخذ العينة اللي بعدها لازم ننظف التيوب. الآن بسحب كمان 10 مل من هاي، أخذنا 10 مل من البيكر الثاني رقم 2، بحطه بعمل له ريد فبصير يعطينا فلاشينج لحد ما يعطينا القراءة. القيمة اللي أعطانا إياها 55. البيكر الثاني 55، وبسحب كمان 10 ميل من رقم 3. الآن بحطه في تربيديتي ميتر وبعمل له ريد، بنظف هذه الأثناء البايبت ديستيلد ووتر. هيك أعطانا قيمة البيكر رقم 3 اللي هي 36. البيكر الثالث 36، بننظف التيوب بالسلواتر، بنعبي من البيكر الرابع. هيك اخذنا 10 مل عم
نعمل لود. أعطانا قيمة 27.3. البيكر الرابع 27.3. ننظف التيوب حتى ناخذ قراءة من رقم 5. نعم عليك. الآن القراءة معانا 27.7. القراءة معانا 27.7. البيكر الخامس 27.7. ناخذ آخر قيمة اللي هي للبيكر رقم 6 اللي فيه 10 متر. بس بنظف التيوب أول. بسحب 10 مل. بشوف القراءة. اثنين وثلاثين بوينت فايف. بيكر السادس 32.5. الآن بنرسم الكيرب التربيديتي مع الدسج ومنطلع الاوبتيموم دسج. هيك بنكون كملنا البروسيجر لتجربة الجر تيست. بضل عليكم تحلوا الشيت وترسموا منحنى التربيديتي مع الدسج لحتى تطلعوا الاوبتيموم دسج نهاية الويست ووتر. والله يعطيكم العافية وشكرا.